احنا فوجئنا الشهر ده ان المنطقة كلها جاية لها وصولات الكهرباء 1300 و1400. انا واحد من الناس جاي لي 5300 جنيه. طيب نعمل ايه في كهرباء زي كده؟ موضوع الكهرباء بيجي بالالوفات، موضوع الكهرباء بيجي بالالوفات. هندفع منين؟ هندفع منين؟ لا هنجيب منين؟ بيطلع 80 كل شهر دلوقتي. دلوقتي ما هو الزياده بقى اللي هي جت دي قال لي 1300 جنيه، قلت له انا عايز اعرف دول 1300 جنيه دول بتوع ايه. دلوقتي انا راجل فاتح مطعم في دمياط، فالعداد اللي عندي في المطعم عداد بكارت، يعني بشحن الكارت كده العداد اتشحن معايا، ما شحنتش كارت كده خلاص العداد ما يقتش. مشكله ايه دلوقتي؟ قال لي العداد دوت ملعوب فيه والعداد بيسلفك فلوس. ازاي؟ انا عايز افهم. جالي غرامه ب 10000 جنيه. الفواتير الكهرباء كل حاجه، احنا لا عندنا تكييف ولا عندنا ثلاجات ولا عندنا، احنا افقر حاجه وبندفع 300 جنيه في الشهر. محدش عايز بني، البيئه الفقيره دي كلها محدش عايز بها خالص نهائي. لا احنا عارفين ندفع فواتير كهرباء ولا ميه ولا نور، مش عارفين خالص نهائي الحقيقه. يعني فاضل شوف فاتوره الكهرباء بكام، كيلو اللحمه بكام، ولا احنا عارفين نعيش في البلد دي؟ ده احنا ميتين، احنا ميتين، محدش بيسال عننا خالص ولا حد بيدور علينا خالص. ندفع كهرباء بدفع كهرباء فوق 300 و400 و500 و1000. معيشه قد ايه؟ معيشه 100 على دراعي بالفاس، على دراعي بالفاس. بشتغل عندك وعند التاني في الارض وشايفين المر اللي محدش شايفه. طب ليه يعني اللي احنا ندفع المبلغ ده كله؟ كام؟ 2225 جنيه، وبندفع الشهر بشهره؟ يو كل شهر بندفع المبلغ، بيجي المبلغ ده وندفع، يعني مش قلت ان احنا عاملين جاملين شهور وكده ولا حاجه؟ فين الحكومه؟ حكومه ايه اللي احنا شغالين بيها؟ حكومه ايه اللي احنا شغالين بيها يا استاذ وائل؟ شوف الناس دي كلها وراعيها. يا ريس فين انت كله؟ احنا كلنا كده كنا وراه، البلد دي كلها كانت وراه. هو فين؟ هنا قريه جابينا هنا اقل واحد 1900، اسمها عزبه الكشف. ما دفعوش الوصل كلهم، واخدينك وبعتوا وخلاص. والله احنا ما دفعنا وصل الكهرباء. قلنا نتحبس نتحبس. بعدين هنعمل ايه؟ ما هندفع من ايه؟ يجوا ياخدونا بقى يحبسون؟ ما احنا مالناش الا الحبس بقى. انا نفر بطولي ما معيش حاجه، بقيت على لندن، بطلع الزوايا اصلي في الزوايا، اقعد هناك للعصر واجي من صلاه العصر افضل نايمه للمغرب، اطلع من المغرب برضه نفس الحكايه، ما بقيتش نور وما بفتحش تلفزيون وما عنديش حاجه، واجي على 325 كهربي، وكنت في المنصوره عامله عمليه يعني ما قيتش حاجه. لقد تحولت هذه الأيام إلى كابوس يطارد المصريين بسبب الغلاء الفاحش، خصوصاً على الكرة الفقيرة ومحدود الدخل منهم. تسود في الشارع حالة من الغضب العارم بعد الإعلان الرسمي عن زيادة أسعار شرائح الكهرباء بمتوسط 42%، حيث أكد المواطنين على استيائهم وابتعادهم مما يحدث، فأنهم أيضاً لا يعرفون من أين سيأتون بدفع كل هذه الزيادات الجديدة، مؤكدين أن الأجور ثابتة لا تتغير في الوقت الذي تدفع فيه الدولة كل أشكال الدعم.